شغاله تعمل لي فيرست لوك اكني لسه عريس، معاها ست عيال جوه وعايزه تعمل لي فيرست لوك. ماشي، ايه ده المنديل وقع؟ فرح محمود وسحر واللي عامل ضجه كبيره في مصر في الوقت الحالي، والناس كلها بتسال ليه بيعملوا فرحهم بعد اكتر من 15 سنه جواز وكمان عندهم 6 اولاد. في الحقيقه محمود وسحر عاملين الفرح لسببين، والسبب الاول هو انها تكون سلسله فيديوهات لقناتهم لان ده يعتبر شغلهم، والسبب الثاني انه لما كان عامل اسك على انستا وبيسال الناس تقترح عليه افكار يفرح بها سحر مراته، في ناس كتير اقترحت عليه ان هو يطلع عمره لكنه قال لهم انه فعلا ناوي يعمل كده بس مش دلوقتي. في ناس ثانيه اقترحت عليه ان هو يشتري عربيه لسحر، لكن محمود رد عليهم وقال لهم ان العربيه بتاعته مكتوبه باسم سحر وتعتبر بتاعتها. واكتر اقتراح عجب محمود ان هو يعمل فرح من جديد لسحر، لانهم لما اتجوزهم كانت حالتهم مش كويسه وكان فرحهم ايامها صغير وعملوا اي كلام، وبعد ما ربنا فتحها لمحمود ان هو يعوض سحر ويعمل لها فرح جديد. وعمل محمود وسحر كذا فيديو بخصوص الموضوع ده غير ان هو جاب لها فستان الفرح وكمان جاب لها الشبكه، ده غير فيديو الفرح اللي لسه هينزل وفيديو الصباحيه. ومحمود وسحر مش هم اول اتنين يعملوا فرحهم للمره الثانيه، جبس مصر ومسلم عملوا فرحهم قبلهم، وكمان حمدي ووفاء اخو محمود. لكن الغريب في الموضوع ان حمدي ووفاء لحد دلوقتي لسه ما باركوش لمحمود وسحر على الفرح، وده نفس اللي عملوه ايام فرح محمد وآلاء وحسن ونهال، بالرغم ان محمود وسحر كانوا عاملين مع حمدي ووفاء الواجب وزياده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.